أهداف التنمية المستدامة بشكل معرضاني، حيث تم إعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها التقليص من مؤشرات الفقر لتحقيقها ابتداء من القضاء على الفقر والمجاعة، ومرورا بتوفير الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والمناخ السليم والبيئة النظيفة في البحر والبر. إطار التفعيل ديال البرنامج الجهوي التنمية اللي صدقت عليه الجهة بجميع الأعضاء والعضوات ديالها في الدورة الاستثنائية ديالو الأخيرة، باعتبار أن كما كتعرفوا أن التنمية المستدامة من خلال المصادقة عليها من طرف دول الأعضاء في الأمم المتحدة في 2015 اللي كتركز على 17 الهدف أساسي يمتد إلى 2030. في هذه الأهداف الكثير منها متضمن في البرنامج الجهوي للتنمية. إذن عقدنا لقاءات مع المندوبية السامية للتخطيط سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني، كما درنا لقاءات أيضا مع الممثل ديال الأمم المتحدة في المغرب اللي كيمثل جميع الفروع الأمم المتحدة، على أساس أننا نوقع في الأسابيع القليلة المقبلة على اتفاقية اللي سنستفيد من دعم الأمم المتحدة وديال المندوبية السامية للتخطيط في تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية في النقاط المتعلقة بالخصوص بالصحة وتقوية القدرات وبالتعليم وبالمساواة ما بين الجنسين وبدعم الطفولة داخل الجهة. والأمم المتحدة اختارت الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة، هي الجهة اللي غيبداو فيها، وكنتمناو ان هاد الاتفاقية التي ستوقع وغادي ننجحوا فيها على اساس تعميم هاد التجربة على باقي جهات المملكة، ولكن في اجتماع اللي درت مع ممثلين الأمم المتحدة بغاو هاد التجربة من بعد ما تنجح في جهة طنجة يمشيو بها للبلدان الإفريقية الأخرى والبلدان العربية الأخرى، لأن بالنسبة لهم المقاربة الجهوية ستكون ناجحة أكثر من المقاربات الوطنية، لأن من جربوا المقاربات الوطنية عطت النتائج ولكن ماشي النتائج اللي كان كينتظرها المجتمع الدولي.